ايه ده؟ ايه ده؟ بتعمل ايه يالا؟ حمام. حمام؟ تجري مني يالا؟ عيب، ده انا حرامي قديم. ها؟ قوم 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 قوم. احنا مش اتفقنا مش هتتشقى؟ طب وينفع تعمل كده؟ ما ينفعش صح؟ يبقى تحترم نفسك وتقعد زي الالف. صح؟ لا اقعد زي الالف وبص لي. تمام؟ انت اكلت؟ لا خط. انت عندك كام سنة يالا؟ يا طفل يا سعيل. انت مالك؟ هو انت هتطلع لي رخصة؟ ده انت رخم قوي يالا، رخم قوي، سعيل سعيل يعني. ايه اي كلمة بتتقفل بإفيه كده؟ إفيهات إفيهات على طول؟ طب انت تعرف عكس إفيهات ايه؟ عكس إفيهات؟ ايه؟ إف خد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه؟ انتوا ما عندكوش ترزينة؟ ليه؟ عشان يخيط لك دي. 2 جنيه؟ بقول لك ايه صحيح، امال فين الموزتين بتوعك؟ موزتين مين يالا؟ ليه امالك؟ بناتي؟ انت بتقول على بناتي موزه زياده؟ ولا بص اركز معايا بقى، انا طول عمري بتمنى خلفه الولاد، انما من ساعه ما شفت الخلفه الوسخه دي، لو شفت اي عيل صغير ماشي في الشارع هقتله هبلعه، فهم؟ يلا روح افتح الباب يالا. الحقني يا استاذ عمر. زلزال زلزال زلزال. انت ما حسيتش بيه؟ لا ما حسيتش بيه. امتى الكلام ده؟ دلوقتي حالا. انا كنت يا اخويا قاعده في البيت، لا بيا ولا عليا، حس البيت بيتهز بيا وانا بعمل كده اهو. ازاي كده؟ معقول؟ يلا يا واطي اسفخس عليك وعلى تربيتك سو. زلزال زلزال. اي خدمه يا معلم. يا نهار اسود عمر. ها يلبس. فرحان انت طبعا. ليه؟ عشان عملت اللي في دماغك وقدرت تعلقني بيك. بصراحة قولي مراتك حاسة بحاجة؟ يعني شاكة شوية، وخصوصا بعد المسجات اللي بتتبعت لها. انت عارفة اولاد الحلال كتير. وحشتين. وانت كمان. بابا كيف؟ ها ايه الاخبار؟ كله تمام يا فندم، الجروب سافر زي ما حضرتك طلبت بالظبط. كويس جدا. ازيك؟ طيب تفضلي. عن اذنك. يا نهار اسود افندم. يا نهار اسود، انت ايه اتاخرت ولا ايه؟ يا نهار اسود، انا فعلا اتاخرت يا اخي، معلش. ها اتفضلي اتفضلي. اوكي. ها قولي كنت عايز في ايه بقى يا سيدي؟ انا متضايقه يا بابا، حاسس اني ماشي في سكه ملهاش اخر، كل يوم بتشد اكتر لكارما متعلق بيها، بس والله ما خنتش سلمى. اسمع يا عمر، الخيانه انواع، بس اكبر نوع خيانه ممكن تخونها لاي واحده ست انك تروح بقلبك ومشاعرك لواحده ست غيرها. انت خنت يا عمر، بس خيانه مع ايقاف التنفيذ. خد بالك من عيالك يا عمر. البنت صوتها موتني يا عمر، المدرس الحيوان قعد يضربها على ايديها بمسطره حديد لغايه ما فتحها حلق. هكون فين يعني يا عمر؟ في السكه اللي هناك. انت اللي فين؟ عمال بكلمك من ساعتها ومش بترد، ولا انت هنا؟ انا عايز اسال سؤال، انت ما بيجيش في بالك يكون جرالي حاجه ولا في نصيب انا واولادك؟ برضه اللي انت قلته ده ما يديلكش الحق انك تضربها ولا تغلط في تربيتها. لا بقى، هي مش متربيه، والظاهر كمان ان اهلها مش متربيين. مين اللي مش متربيين دول يا استاذ؟ ده متربي. انت بتضرب طفله وتورم ايديها ليه؟ على فكره المدرس المحترم اللي عنده شخصيه ما يمدش ايده على طالب عنده، لانه المفروض يسمع كلامك عشان بيحبك مش عشان بيخاف منك. انما من الواضح جدا ان حضرتك مالكش اي علاقه لا بالاحترام ولا بالتدريس. لا انا ما سمعتكش. اسمع اسمع انت يا عم كرومبو. ايه
بقول لك ايه؟ كلمة زيادة وخلي منظرك زبالة قدام المدرسة كلها، أنت فاهم؟ أنا كنت بتناقش بس مع المدام. سلمى ممكن تسمعيني طيب؟ ممكن أعرف أنا ذنبي إيه دلوقتي؟ أنا عملت لك إيه خليك تسيب البيت؟ البت اتضربت يا أستاذ عشان مستواها في النازل، عشان أنت مخلي عيني في وسط راسي ومش عارفة أشوف مصلحتهم. لا وكمان عامل لي فتوى ورايح تضرب المدرس، خليت بناتك يتحرموا من أعمال السنة. وفوق كل ده يطلع عيني الصبح عشان الاقيك عشان اقول لك ان بنتك في مصيبه وانت ولا انت هنا. اهدي يا سلمى، ممكن تهدي؟ ممكن تهدي؟ تهدي يا حبيبتي. انت مش ملاحظه ان الشيطان دخل بينا جامد قوي؟ تعالي لو كل واحد غلطان في حق التاني يبدا يصلح من نفسه، ارجوكي. وبعدين يعني انت اللي طلبت مني ما يبقاش ليا اي علاقه بتربيه البنات. سايبهم لك يا عمر، اعمل فيهم اللي انت عايزه، اكلهم وشربهم ولبسهم ووديهم مدارس وامسح واغسل واكنس. اقول لك على حاجه، رضعهم كمان لو عايز عشان تدوق شويه من اللي انا شرباه.